يقول: هل من جلس عند الراقي، هل من جلس عند الراقي لغرض سماع القرآن فقط والأنس به يعتبر من الذين يسترقون؟ عاد ما يلقى ما يستمع القرآن إلا عند الراقي، مساجد يقرأ فيها القرآن، حلقات القرآن يستمع القرآن، يذاع في الإذاعة، إذاعة القرآن يستمع. الحمد لله الاستماع ميسور، ما حده الله يروح لما اللي يرقي يستمع القرآن. نعم.